لو جهاز الكمبيوتر بتاعك انت بتستخدمه ولوحة المفاتيح مفيش فيها الا اللغة الانجليزية بس، هقولك ازاي تقدر تنزل اللغة العربية على لوحة المفاتيح بتاعتك بطريقة سهلة جدا. لو انت حابب تنزل اللغة العربية عندك على الجهاز زي ما انت شايف كده، دي اللغة الانجليزية اللي عندي موجودة تحت هنا في يمين الصفحة. دلوقتي انت بتروح عندك على قائمة ستارت، بعد كده بتروح عندك على حاجة اسمها عندك هنا الاعدادات، ضغطة واحدة كده عليها، وبعد كده بتدور على حاجة اسمها هنا تايم اند لانجويج. تايم اند لانجويج يعني التوقيت واللغة، ضغطة واحدة كده عليها علشان تروح عندك على حاجة اسمها اللانجويج. اللانجويج هنا يعني اللغة، تمام؟ هتدور على اي حاجة عندك اسمها لانجويج، معرفتش ابحث عن الكلمة دي عندك في محرك البحث ده، لو جيت تبحث عليها يظهر لك على طول كلمة لانجويج. ضغطة واحدة كده عليها وخليك واحدة واحدة كده معايا وتابع. دلوقتي عندي تحت هنا اد لانجويج زي ما انت شايف كده، عندك هيكون عندك بس اللغة الانجليزية، مش هيكون عندك اللغة العربية. مكتوب هنا انجلش يونايتد ستيتس، عندك هنا ارابيك ايجيبت، ممكن ما تكونش دي عندك، بس كل اللي عليك تضغط على كلمة Add Language يعني إضافة لغة. من هنا بقى بتبدأ تضيف اللغة العربية اللي تناسب الدولة بتاعتك، سواء أنت كنت من الجزائر أو البحرين أو مصر أو العراق أو الأردن أو الكويت أو لبنان أو ليبيا أو المملكة المغربية أو عمان إلخ. دلوقتي أنا هختار عندي اللغة العربية مثلا مصر أو اللغة العربية المملكة العربية السعودية. بعد كده بتضغط على كلمة Next وعلى طول بيعمل داونلود عندك على الجهاز بتاعك. بينزل بقى في كل اللغات اللي انت عاوزها، كذلك الحروف المنقوطة وكذلك التشكيل وكذلك الصوت. دلوقتي بعد ما يجي ينزل عندك اللغة العربية، عندك هنا Alt Shift هنا بتروح عندك بيتحول للغة العربية، ولو عملت Alt Shift تاني بتحول للغة الإنجليزية، وهم دول اللغتين اللي عندك. طيب دلوقتي تقدر تتحكم في اللغة العربية والإنجليزية، ان تكون دي ممكن تكون فوق دي او دي تحت دي، بس يفضل انك تخليها بالشكل ده كده علشان ما تضايقكش في الكتابة على الكيبورد او استخدامك في الكمبيوتر نفسه. كده انا الشرح انتهى، اتمنى يكون الشرح عجبك، ياريت ما تنساش تدعمني بلايك وسبسكرايب للقناة. مع السلامة.